اهلا بيك يا رانيا، اتفضلي. اهلا بحضرتك استاذ دعاء، كنت عايزه اسال الشيخ في سؤال. اني انا لما بشوف حاجه مثلا ولاد اختي او اي حاجه، ممكن اقول الله الشيء ده حلو يتكسر، الشيء ده قوي يبوظ. فانا خلاص يعني انا بحسد، انا ما اعرفش ليه. ولو شفت الحاجه وسكت ما بحسدش، لكن طيب لو اتكلمت الحاجه تحصل، طيب يحصل شيء سيء على طول للحاجة. على طول يا رانيا كده يعني، ولا صدف؟ لا مش دايما، مش مش دايما دايما، يعني، ساعات بس بتقولي. حصلت معايا أكتر من موقف. ايوه يعني ساعات بتقولي والحاجة بتبقى سليمة، اه وساعات تانية تقولي والحاجة تقع قدام عينك او كده. طيب انتي يعني الناس بتقول عليكي انك بتحسدي، ولا انتي اللي بتقولي على نفسك؟ كده وكده الاتنين بيحصلوا. يعني انتي معروفة في وسط الناس ان انتي بتحسدي. بدأت انتي متجوزة؟ طيب وعندك ولاد وكده؟ تمام. ايوه حصلت مع ولادك مرة ولا لأ؟ أصل دايما يقول لك ممكن. ما يحسد المال إلا أصحابه. ايوه حصل. حصلت. طيب حاضر يا رب، أول مرة حد يسألنا السؤال ده، لا انا جاني الأسئلة دي كتير إنه هي قوي، نفسها تبقى حلها أمر واحد بس. ايه. رانيا مشكلتها حينما تعجب بالشيء لا تذكر اسم الله سبحانه وتعالى حسب ما علمنا، يعني ما بتقولش بسم فيقذف الله ما شاء الله. الشيطان السم في كلمتها فيصيب. هي رانيا حالة شاذة؟ لا، حالة رانيا حصلت مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل صحابي شاف صحابي تاني بيستحمى، كانت لسه الحمامات ما دخلتش البيوت، فقال جسمه جميل وجسمه أبيض وحلو، فوقع لتوه، مات. وقع. فذهبوا لرسول الله يعني أنقذنا أو أغثنا، فإن فلان صريعا. فجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم فلانا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه. خدوا بالكم الكلمة، أنتوا ليه بتقتلوا إخوانكم بالكلمة؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي قال هذه الكلمة فتوضأ، وأخذ النبي فضلة الوضوء أو ماء الوضوء، ثم اغتسل به الصحابي الآخر فقام وكأن شيئا لم يمسه. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأخت رانيا منتش حالة واحدة عشان تبقى عارفة، وده معرضين لي كل واحد فينا. الأستاذة دعاء معرضة لابنها وأنا معرض لابني، فقط لما تشوفي حاجة تقولي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله أرقيك من شر كل ما يؤذيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. معرفتش أحفظها، أحفظ تاني: الله أكبر، اللهم احفظه من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين كما حفظت الروح في الجسد، إنك على كل شيء قدير. في هذه اللحظة اسم الله يحصن الشيء المرئي من أي حسد إن شاء الله تعالى. نرجع للآية، لا يعني تعالج نفسها، هي اللي تعالج نفسها. معالجة النفس سهلة جدا على فكرة، هي تعالج نفسها بالذكر والاستغفار والصلاة على سيدنا النبي صلى الله والدعاء. عليه وسلم، هل ودايما تقول إيه: اللهم احفظ الناس من شر عيني، واحفظني من شر أعين الناس، وسلمني من ألسنة الناس، وسلم اللسان الناس من وسلم الناس لساني؟ من لساني. يعني صليت تفضل على طول الحبيب الوقت تدعي، على طول كده. ودي حاجة كويسة ان هي جدا نفسها معترفة. خلي بالك، دي ده نفس بداية راقية، دي نفس راقية، نفس. أنا دايما أفرح لما ألاقي إنسان يلوم نفسه بعد المعصية، أو يلوم نفسه إنه شتم فلان أو أساء إلى فلان، لأن اللي يرزق النفس اللوامة ده في الدنيا له أجر جزيل عند الله، لأن الله يحبه ورضي عنه. إذ رزقه اللوم والعتاب لنفسه فحاسب نفسه قبل أن يحاسب، طيب ووزن أعماله تاني قبل أن قول تاني توزن عشان دي عليه. مهمة. يعني حاضر. تدعي تقول يا رب احفظ الناس من شر عيني، اللهم احفظ الناس من شر عيني، واحفظني من من شر شر أعين أعين الناس. الناس.